السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما خدمنا القندورة نتاعنا بعد الطريقة، وهي كل واحد كيفاش يبغي يخدم هذا الديكور اللي يديروه، كي تعرفوا كيفاش تمشيو الكيت غادي تخدموا أي حاجة، وكي تحبوا حاجة غادي تعلموا لها إلا طريقة كيفاش تخدم باش تجي القندورة شابة ومليحة. دركا كي تكملوا هذه الخدمة تقطعوا هنايا، هذه تخليوها كيما راهي. غادي انا نقطع وتبعوني كيفاش غادي ندير باش تولوا تعرفوا الطريقه الصحيحه باش تخدموا بالقنادر نتاعكم. هلا هذه الطريقه راهي سهله. هلا كي يكون لو كول داير لازم نديرو هكا دي كرون باش تكون خدمه مليحه. دونك هنا نخلي هذه راكم تشوفوا فيها، ندير بهذه الطريقه. هلا هذه الطريقه سهله باش تنجمو تخيطوا كيما هكذا. دركا كيفاش نخدمو لو داريير، داريير تاع الظهر كيفاش غادي باش نجيبوه بطريقة مليحة. تبعوني باش تعرفو كيفاش العبار بين الدوفون والداريير. دركا ها كيفاش انا راني خدمت الداريير. دروكا كي تكونوا باش تراسيو باش تخدموا لو داريير تاع القندوره، تخدموا بهذه الطريقه، تحكموا هذه هكذا، من بعد ديروا كيما بهذه الطريقه. هلا كيما هكذا، من بعد تراسيو البلاصه نتاعكم هنا وهنا، وديروا كيما هكذا، ومن بعد تخدموا هذا لو ديكور نتاع الفي. هذا الديكور يجي في الفي. دركا تبعوني باش تعرفوا كيفاش تخدموا هذا لو داريير الظهر، كيفاش غادي تخدموه باش نمونتيو البدعيه. عندنا هذا الظهر، هلا توجور تخدموا الكيت وما تقصوش حتى تكملوا، عادة تقصوا كيما هكا. قلنا تاع دوفون كيما وريتكم، تاع دوفون تخليو هذا محلول كيما هكا، ما ديرولوش هكا، تخليو بهذه الطريقة. داريير دوفون داريير الظهر غادي نديره بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. فوالا هذه باش الخدمه تخرج لكم فيني حاجه شابه. الا تبعوني دركا كيفاش غادي ندير دوفون مع داريير. نجيبو دوفون بهاد الطريقة كيمايا، هذا لو داريير، هذا نجيبوه هنايا، هذا راه عندو وين نخيط ما درتلوش كيما لاخر. هذا فوالا نجيب بهاد الطريقة هنايا، نجيب توجور نيشان في هاد البلاصة هنايا، من بعد
نديرو هنايا لو بوان داري بعد ثاني نجيب هنايا كيما درت هنايا هاد البلاصه ندير البوان داري دركا غادي ندير البوان داري فهاد البلاصه بعد تاني فهاد الجهه الاخرى دوك تفهموا علاش راني ندير هكذا بوان داري فهاد البلاصه من بعد نجي الكتف مع الكتف وندير هنايا بهذه الطريقه هنا نجيب لهنا هذا لهنا ندير من بعد ندير اليدين نكون خادم اليدين كما هكذا فوالا هذا كيفاش ديروا المونتاج نتاع هاد القندوره هي حاجه سهله دروكا غادي نوريكم كيفاش ديروا لي بلي نتاعكم كان لي بغي يدير لي بلي ولي ما يبغيش يدير لي بلي ما يديرهمش فوالا فوالا عندنا الكرون هذا هو فوالا فوالا هذه طريقة سهلة تنجمو تخدموها بوحدكم نتاع لي بلي لي بلي ديروه كيما تبغو فوالا فوالا عاود تاني الجهة الأخرى تخرج بهذه الطريقة ديالكم شوفوا فيها فوالا هاو تاني نخدم الجهة الأخرى فوالا رحنا كملنا القندورة نتاعنا نتمنى لكم النجاح تبعوا كيفاش خدمت وتعلموا بهذه الطريقه ولو ديسان ما يهمش كل واحد وكيفاش يبغي يدير لو ديسان والخطره الجايه غادي نزيد نفهمكم ونوريكم كيفاش تنجموا تخدموا بزاف تاع حوايج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.